اسمح لي أنقل إلى أبو ظبي. أستاذ فيتالي، قصف ميناء أوديسا رسالة لكم أو للوسيط التركي أو لمن؟ قصف أوديسا هو تكتيك معتاد لموسكو. موسكو دائما تخلق المشكلة وبعدين تقترح حل هذه المشكلة، حل هذه القضية. إذن عن طريق اتفاق إسطنبول هي استلمت بعض التنازلات، ولكن هذه التنازلات غير كافية بالنسبة لها. إذن هي تواصل التكتيك المعتاد، تخلق مشاكل تالية، يعني تقصف موانئ الأوكرانية وتقول للعالم وللمجتمع الدولي خلينا نستلم تنازلات أخرى، وهذا تكتيك معتاد، نحن نعرف هذا، وهذا هو سبب لماذا نحن دائما نبحث عن طرق البديلة لتصدير القمح إلى الأسواق العالمية، لأن نحن نعرف أن السوق العالمية تحتاج إلى الحبوب الأوكرانية. يعني أفهم منك أستاذ فيتالي، أنتم لا تثقون بالتزام روسيا بتوقيع اتفاقية إسطنبول حول تصدير الحبوب؟ أبداً أبداً، لا نثق، ونحن نعرف أن روسيا لا تلتزم بالاتفاقيات إلا بعد الهزيمة، إلا لو نحن نتحدث من موقف القوة. هذه الظروف ستسمح لنا إلى التوصل إلى الاتفاقية مستدامة، فقط لو تحدثنا عن من طرف القوة. طيب.